زي ما قلت لكم يا جماعه، المهرجانات فن جديد علينا، عمره حوالي 12 سنه وبدا يظهر كده بقوه اخر حوالي 6 سنين. ايه اللي اتغير بقى؟ وهل يا ترى هو قابل للتغيير؟ يعني هيظهر نوع جديد مثلا من المهرجانات تاني جديد على ودننا؟ والاغاني دي بتتعمل ازاي؟ واسئله كتير اكيد احنا كلنا عايزين نعرفها. عشان كده معانا النهارده الموزع الموسيقي اسلام ساسو. ازيك يا مي؟ ازيك، عامل ايه؟ قلت ساسو صح؟ لا مظبوط، زي ما بتتقال في الاغاني. ما هو ده مطلب جماهيري يا اسلام، يعني اهم حاجه التون بتاعها. دي جي ساسو. مين بقى اللي بتقول دي جي ساسو؟ دي صديقه ليا. مش ده ناس كتير قوي بتسال السؤال ده، خد بالك. ايوه هي صديقه ليا بس مالهاش في الفن يعني. فكنت حابب ان انا اعمل الفوكال البصمه بصوتها، صوت بنت، فخلت واحده صديقه ليا تعملها عادي. بس هي فكره حلوه، لانه يعني في موزعين كتير احنا ما بنسمعش اساميهم وما بنبقاش عارفين ان هو ده الموزع اللي عامل الاغنيه الناجحه دي. انت كنت تقصد كده؟ كنت اقصد ان انا عشان فعلا يعني في موزعين كتير معروفه جدا، بس معروفه للوسط، الوسط الفني، للمطرب هو اللي عارفه، الملحن، الشاعر، لكن مش معروف في وسط الناس. فده كان مقصدي ان انا اسمي كموزع يتربط بالاغنيه فعشان الناس تعرفه. انت جات لك الفكره دي من اول اغنيه عملتها؟ انا عاملها من زمان قوي، انا عاملها من حوالي 12 سنه 13 سنه. ايه اول اغنيه بقى عملتها بس كسرت الدنيا وما كنتش متخيل نجاحها؟ بنت الجيران. بنت الجيران شغلال انا عينيا. طبعا بنت الجيران دي وش الخير. بس اغنيه فعلا جميله جدا وكسرت الدنيا، وكنت متخيل النجاح ده اول ما عملتها؟ بصراحه احنا عملناها ما كانش يعني الموضوع ما كناش كلنا متخيلين ان هو هيكسر الدنيا بالطريقه دي. يعني بصراحه ولا واحد فينا كان يعلم دوت. اللي هو احنا كنا بنعمل الاغاني عامه، بننزل الاغنيه كده بقى هي طبيعي يعني، هي وظروفها بقى. بس دي بجد حققت نجاح اكبر من اللي احنا كنا يعني متخيلين ان هي تحصل في الاغنيه دي. فالحمد لله يعني. الاغنيه بيقولوا ان هي شبه لحن اغنيه حمائي، حاجه مستخبيه. الحان مديان طبعا. انت يعني ازاي ده حصل؟ هل هي فعلا متاخده ولا القصه جت ازاي؟ هي حقيقه فعلا متاخده. انا جالي الكلام بتاع الاغنيه لما جيت اشتغل على التوزيع بتاعه. جالي الكلام باللحن بتاع مديان بالظبط. جالي الكلام بنفس التيمه. انا ما كنتش لسه سمعت بتاعت حاجه مستخبيه، او ما كنتش مركز ان هي دي حاجه مستخبيه. ايوه، لان ما بعت لي فويس من الشاعر. هو بعت لي الفويس دوت فانا اشتغلت عليه. لكن ما كانش لسه الموضوع في دماغي حاجه ان دوت لحن بتاع مديان ولا بتاع النجم الكبير حمائي. فما كانش في دماغي لسه الموضوع دوت. لو اشتغلت اللحن اللي جالي ممكن يعني فات من ودني بصراحه. طب ما تيجي نسمع حاجه يعني. حتى بدليل ان انا لما جيت اشتغلت على الاغنيه لما يعني اشتغلت عليها بالخيال بتاعنا. بطريقتكم. لا ما تاثرتش باللحن الثاني، ستايل المزيكا بتاعه عملتها بستايلي. يعني انا بالنسبه لي كلحن مثلا اول مره اسمعه. فانا اشتغلته بالستايل بتاعي. هو مين اللي جابها لك؟ شاكوش. شاكوش بعت لي الكلمات باللحن بتاعها وقال لي تعالى نعمل الاغنيه دي. كنت في الاول عاملها لحسن لوحده. بعد كده فقال لي طب نجيب عمر كمال نغير كده، نعمل ايه فاصله في الصوت يبقى بيني وبينه. عمر يقول القرار، مش القرار اللي هو المين الطبيعي، وانا اقول الجواب.